الشخصيات القياديه باذن الله استاذه خديجه الشريف حتكون بكتابه التوصيات نخرج به بمصاغه بشكل ان نلتقوا بمجموعه من المربيات الفاضلات اللي ليهم دور بارز في اخراج جيل ونحييها ونحيي كل الامهات والجدات والفتيات الحقيقه على هذا الدور وهذه بلادنا. يجب ان نصل الى بناء دوله ليبيه حقيقيه عصريه وفق اراده الليبيين. بارك الله فيكم. صح مش تقدر ان هي تطلع برا تنجح وزي ما ذكرت تكون مثقفه تكون متنوعه من الناحيه الفرديه حتى تقدر تنجح. فالمرأة مش حي زي ما احنا ناخذ فكرة لا حوش بيت يعني وصغار، لا المرأة لها هلبة مهام باش تقدر تتمكن. والحمد لله احنا توا حاليا يعني الحكومة الوحدة الوطنية تدعم في المرأة بتمكين المرأة بإعطائها حقائب وزارية يعني تقود. يعني المرأة أصبحت الآن شخصية قيادية، يعني أنا توا حاليا منضمة في المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية اللي تقود فينا مرأة. وخرجت أجيال قاعدين احنا توا يلاقوا فينا طلبه ودروا فيهم دكاتره مهندسين وممكن بعض منهم موجودات هنايا معنا ودرسناهم. يعني هل المعلم نهايته بالطريقه هي معلم عنده مسؤوليات داخل بيته وتوقف له رابطه واستمرينا يعني وحده من الناس استمرت. الحضور الكريم لهذا الملتقى الحواري الذي يضم سبع ديات واحد اربعه الداعمات للشباب وتدريب الصعاب عليهم ودور المراه في المجتمع حالها حال الرجل. لقد شاركت في كل المجالات ونحب على تشجيع المرأة ودخولها في المجالات، كما نشكر عميد بديت سيد السائح على تدريب الصعاب أمام المرأة ووقوفه مع المرأة، كما نشكر عضو المجلس البلدي عبير العارف على دعمها وتشجيعها للمرأة ودخولها في كل المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطنية في بيتها إلا أي حاجة ثانية الترشيد. الترشيد الإرشادات الرشدك نعطيك النقاط نغص فيك روح العطاء روح الوطنية تكون أنت مشارك. المرأة تكون حاضرة انتخابات لما كل هدية لما تكون المرأة تميز وارجع. اليوم نتحدث عن دور المرأة ودورها في وسط الشباب، مشاركة المرأة في المدرسة، ما دور المدرسة المرأة في المدرسة لما نطلقها، دورها في النادي، دورها في المؤسسات الخيرية العامة أو الخاصة، دور الفتاة الليبية المتميزة في إقامة المحافل المحلية مشاركتها. أبو عائشة محامي تقريبا جهة قانونية، مشاركتنا بإذن الله حتكون على الصعيد الديني والثقافي والوطني ولا يستوجب وجود هذه الفعاليات. فمن ضمن التوصيات اللي بنركزوا عليها إن شاء الله نتواجد اليوم بكلية أعداد المعلمين فرع قصر بن غشير تبع مفوضية المجتمع المدني المنظمة الليبية لحقوق الشباب. نتحاور اليوم في جلسة حوارية نسائية بأربع محاور تضم ما يخص المرأة ومشاركتها في الحالات القادمة إن شاء الله ودورها البارز في تحقيق الديمقراطية وارتكازها في المجتمع المدني اللي يدعم الشباب. نحييكم في هذا اليوم المبارك. طبعا المنظمة الليبية اليوم نظمت حوارية نسائية أولى للعام 23 بعنوان دور المرأة الليبية في المجتمع ومتطلبات المرحلة بالتعاون مع مكتب إدارة الإدارة الانتخابية منطقة النواحي الأربع وعدد من المكونات في المنطقة سواء في ليبيا أو في منطقة النواحي الأربع. طبعا للاهتمام بدور المرأة، المرأة طبعا حققت مكاسب حتى في السابق في العقود الماضية الحقيقة، والآن تفعيل دور المرأة يأتي في هذه المرحلة طبعا المقبلة على الانتخابات المقبلة على العام الدراسي. المرأة المتواجدة في كل القطاعات وتدرجت لمواقع متقدمة، فبالتالي نحن نأكد اليوم وتأكد المرأة بحضورها وفعاليتها ومشاركتها ووجودها مع الحفاظ على إنسانيتها وكيانها وبناء شخصيتها وذاتية شخصيتها، وليس كما ينظر لها في الشرق أو الغرب أنها ما زالت سلعة وأنها تجد في وجود المرأة في عمل الرجال. فبالتالي دون الحفاظ على كينونتها ونوتتها وتركيبتها الطبيعية البيولوجية، فبالتالي اليوم نحيي هذه الانطلاقة بكوكبة كبيرة واسعة الأفاق مختلفة المستويات
بالنسبة للنساء دقائق قليل وتنطلق هذه الحوارية، حتخرج عنها توصيات وأفكار الحقيقة تخدم المرأة، وأن تدفع بالمرأة للأمام، وأن تكون إلى جنب إلى أخيها الرجل. وإن شاء الله نبارك هذه الاجتماع ونبارك هذه الحوارية، وهذه الحوارية الأولى اللي تنظمها المنظمة الليبية لحقوق الشباب. يتوجهوا لمنظمة الشباب، هي منظمة الشباب المنظمة مشاركة اليوم، نشكر المنظمة الليبية لحقوق الشباب لدعوتها لي لحضور هذا الملتقى، ونشكر أيضا المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية على دعوتها لي للحضور. طبعا يعني أن نأكد على دور المرأة العظيم جدا، المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب العراقي، فالمرأة لها دور كبير بغض النظر أن هي تقدم من البيت، إذا أعددت أسرة سليمة تنتج المجتمع بناء مجتمع سليم. طبعا من المدرسة لمعلمة دور كبير جدا جدا، المرأة لها دور كبير، وهي المخلوق يقول المخلوق العاطفي، المخلوق هذا إن الإنسان يتعامل بالعامل النفسي، لما الإنسان يجد الكياح يعني يستجاب لك، ونحن جربنا من داخل المؤسسة التعليمية كيف التلاميذ يستجيبون بطريقة أمريكا بريطانيا الدول الكبرى ما تعرضت له يعني بعض النساء باكستان نفس الشيء يعني، لكن عاداتنا وتقاليدنا نحن كعرب يعني تسمح للمرأة التحرك في حدود ضيقة. أبو عائشة محامي تقريبا جهة قانونية، مشاركتنا بإذن الله حتكون على الصعيد الديني والثقافي والوطني كلها يستوجب وجود هذه الفعاليات، فمن ضمن التوصيات اللي بنركز عليها إن شاء الله هي وجود سواء في مجال يكون اللي هو المهني في التعليم في الصحة، والتوفيق بين الدور الطبيعي والدور المهني والدور القيادي. ما نطلعوش من خارج إطار